فيما يخص المضاربة، أنا واش نقول، يعني العصابة راهي مازالت تخدم، والعصابة راهي يعني مادام وصلت المواطن البسيط، يعني شكارة الحليب ما كانش، عندك طفل صغير ما يشربش الحليب، يعني الشيخ ما يشربش الحليب، يعني وين توصلت بهم؟ أنا ماش نقول غير يعني يديروا لهم قانون، هذو لهم الإعدام، هذا اللي يحكموا روح يعدموه، لأنه مهما كان ما توصلش المواطن البسيط. هذوك عاد الحلم حليب وسكر وزيت و لا 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 هذه ماهيش خدمه، هذه هما مش يقصدوا بها باش يقيسوا كي يقيسوا المواطن البسيط، يعني يزعزعوا الاخر. بس حنا ما نزعزعوا ما والو، حنا المواطن مالف عادي، حتى ما شربناش الحليب، ما عندنا منين نشربوا الحليب كاين. بصح انا حبيت القانون يكون يعني مطلب من رئيس الجمهورية، مطلب من رئيس الجمهورية، والله ما يرحمهم، ما يرحمش الناس هذو، لأنهم علواه ما رحموش المواطن البسيط. المواطن البسيط باش يروح يخدم ولا يروح يفتش على شكارة الحليب؟ والله لا عيب، والله لا عيب.